الا لقيتي فيه هاد الصفات اللي غادي نقول لك كننصحك تهربي وبلا ما تفكري تزوجي به حيت غتندمي بزاف. كاينه واحد المقوله كتقول وانتوما كتقلبوا على شريك حياتكم ما تقلبوش غير على المزايا اللي باغيين تعيشوا معاه، خاصكم تقلبوا حتى على العيوب اللي قادرين تعيشوا معاه. في الحقيقه انا متفقه مع هاد المقوله حيت ما كاينش شي واحد فينا ما فيه حتى شي عيب، وفي هذا الفيديو غادي نوضح لكم 10 العيوب اللي ما خاصكمش تعيشوا معاه. يعني الا شتيها في هذاك اللي قدامك هربي وما تدوريش وراك، حيت العيشه مع واحد في هاد العيوب غادي تكون فاشله وكلها مشاكل وعصبيه، وفي اخر المطاف غتكون مهدده بالانهيار. العيب الاول هو الانسان المشكاك، وبعد المرات كنخلطوا بين الانسان المشكاك والانسان المغيار. الانسان اللي فيه الغيره هو اللي كيتقلق او اللي كيتضايق من شي حوايج كديريهم ما كيعجبوش، يا اما من لباسك يا اما من العلاقات في حياتك، يعني ما نخلطوش بيناتهم. اما الانسان المشكاك فهاد الانسان الوقت كله هو كيتهم فيك ويطيح عليك في الباطل، يعني ما كيثقش فيك وغالبا ما كيثقش حتى في راسو او لا ما منضبطش. ما يمكنش نعيشوا حياتنا كلها وحنا كينزلوا علينا الاتهامات. اما الانسان اللي فيه الغيره نقدروا نسلكوا معاه الوقت ونوصلوا معاه بزاف ديال الحلول غير بالخاطر ونمشيو الوقت. ثاني عيب نحذرك منه هو الانسان اللي ما عندوش شخصيه، وتقدري تخلطي بينه وبين الانسان الطيب. الانسان الطيب مريح في المعاملات ديالو، مهدن، ساهل في تعاملك معاه، ولكن عنده راي، عنده موقف، الا احتاجيتيه تلقايه. اما الانسان اللي ما عندوش شخصيه فهاد الشخص كيتحكموا فيه واحد اخرين، يا اما باه يا اما مو يا اما خوتو يا اما صحابو. غتلقاي راسك عايشه مع واحد ما عندوش راي، الراي ديال واحد اخرين والكلمه ديال واحد اخرين، يعني ما تخلطيش بيناتهم. كاين الفرق ما بين الانسان الطيب والانسان اللي ما عندوش شخصيه. ثالث عيب هو الانسان اللي ما عندوش مسؤوليه، وتقدري تخلطي بينه وبين الانسان المتفتح. الانسان المتفتح هو اللي كيعطيك مساحه ديال الحريه فين تحركي وتتعاملي مع الناس في حياتك، ولكن هو ديما موجود وقت ما احتاجيتيه تلقايه، وتلقاه كيدخل بلا ما تقوليها ليه، بالزربه كيدخل الى لقاك فشي مشكل. اما الانسان اللي ما عندوش مسؤوليه هذاك الشخص يلقاك كتغرقي ما يعتقكش، حيت هو ما متعودش يكون مسؤول، ما مسوقش موتي ولا عيشي، وإلا مشيتي حتى تزوجتي به كارثه عظمى، يقدر يخرج ويسمح فيك انت وولادك، تقدري توقفي عليه يخوي بك. ما عندوش النفس، يعني كيتسناك انت ديري كلشي. فنصحك ما تزربيش في القرارات ديالك باش ما تندميش، فما نخلطوش بين الانسان اللي عديم المسؤوليه والانسان اللي متفتح، كاين الفرق بيناتهم. رابع عيب هو الانسان المغرور. كيقولوا بزاف ديال الناس ما بين الغرور والثقه في النفس غير شعره. صراحه لا، انا شايفه بيناتهم مسافات كبيره. الانسان اللي واثق من راسو كيقدرك وكيقدر راسو، كيحترم راسو وكيحترمك، عارف قيمته وعارف قيمتك. اما الانسان المغرور فهاد الشخص ما كيشوفش راسو فيه العيب، هو ديما عنده الصح وانت ديما الغلطه، كيشوفك تحت منه وانت ماشي من المستوى ديالو، وكيقول مع راسو خاصك تحمدي الله حيت انا موجود في حياتك. كنظن مع الوقت غيدمرك نفسيا ويقتلك ويفقدك الثقه في راسك. العيب الخامس اللي هو واضح ويبان لك بالزربه اللي هو الانسان الكذاب. غتلقاي راسك فقدتي فيه الثقه في 3 ولا 4 ديال الكلمات، افعال ديالو كلها كذوب، وتدخل معاه واحد الدوامه ديال الشك اللي كيقتل واللي يستحيل تعيشي فيها. الا كان بيناتكم وليدات مشكله كبيره يعيشوا مع امهم او لا باهم واحد فيهم كذابين. العيب السادس هو الانسان البخيل اللي هو الزقران. هذا الانسان من 7 المستحيلات انه يتغير، ما عمره يتعلم الكرم منك. الزقران كيبقى زقران، وخا تقولي لا انا عندي فلوسي وانا اللي نصرف ماشي شغلي، هو يصرف ولا يجلس، يتزقرم ولا يجلس، انا نقول لك لا حبيبتي، اتعيشي محرومه حياتك كلها، محرومه من احساس راجلك كيصرف ويجيب، وحتى ولادك غادي يعيشوا في حرمان. مهما كان هو راه اب وضروري خصو يصرف، ضروري يكون موجود. فبلا ما تمحني راسك وتزوجي به زقرام، حيت غتمرضي راسك وغتمرضي ولادك معاك. العيب السابع اللي كنحذرك منه هو الانسان الاناني. هذا الشخص ما كيرضي حتى واحد، كيرضي غير راسو لا غير، واي قرار هو اللي خصو يقرر فيه، وكيفكر غير في مصلحته. يعني انت لهلي قلب، اي حاجه بغاه هو خاصك تبغيها انت، واي حاجه فيها مصلحته خاصها انت تكون فيها مصلحتك. المهم كيفكر غير في راسو صافي، فالوقت كله غتحسي باللي انت
ما مرضياش وتحسي بلي ناقصك بزاف ديال الحوايج، يعني الكون كامل كيدور غير في المحور ديالو هو. العيب الثامن هو الانسان العنيف. اذا تزوجتي بهذا الانسان كوني اكيده بلي غتفقدي معاه كرامتك، ديما لسانو سابقه وديما يديه سابقه، وخاصك تتنازلي على بزاف من الرغبات ديالك والحقوق ديالك غير باش ما يتقلقش ويدير شي حاجه اللي تاذيك. فالرجال العنيفين الى تقلقوا كيبداو يهرسوا اي حاجه حداهم، وبداو يقولوا شي الفاظ ما فيهم ما يتسمع، ويقدروا يوصلوا حتى للضرب. فواخا تشوفي الغضب ما موجهش ليك بصوره شخصيه، خاصك ترفضي الارتباط بهذا النوع هذا، حيت غدا ولا بعد غدا الغضب غيكون موجه ليك ولولادك. واخا يكون عندك امل انه يتبدل، كوني اكيده بلي هذا النوع ما كيتبدلش. واخا يوعدك انه يتبدل، ما عمره غيتبدل، غيبقى كما هو، حيت بزاف ديال العادات كيكونوا فينا صعيب انها تتبدل، خصوصا الا كنا فوق من 25 عام و 30 عام. العيب التاسع هو الانسان المدمن. ما نكروش ان من الحوايج زوينين انك توقفي مع راجلك الا وقع في شي مشكل وتعاونيه باش يدوز منه بسهوله، ولكن الا كان راجلك مدمن يا اما على الشراب او على المخدرات او على شي حاجه اللي كتضر به وتقدر تضر بك تنتيه، فهاد الشيء مبدل تماما، وهاد الامور غادي يكون عليك تواجهها كل نهار، حيت الانسان المدمن يقدر يدير اي حاجه باش ياخذ داكشي اللي باغي، ويقدر يعرض عائلته لبزاف ديال المخاطر باش يوصل داكشي اللي بغى. العيب العاشر وهو الراجل اللي كيضيع الفلوس في الخوا الخاوي. ممكن فتره الخطوبه يجيب لك حوايج وكادويات غاليين، ولكن الا عرفتي بلي هذا الراجل كيتسلف باش يثير الانتباه ديالك ويعجبك، اولا عنده ديك الصفه اللي كنسميوها حنايا بالتفخام، يعني كيتباهى ويبان بالفلوس باش الناس كاملين يبغيوه، انا نقول لك بعدي على هذا الشخص، حيت شي حاجه زوينه انه يجيب لك كادويات ويبرعك، ولكن كوني اكيده بلي عمرك تكوني سعيده في الزواج مع واحد عليه ديون والناس كلها كتسالو. اتقولوا لي قلتي 10 عيوب ونسيتي واحد العيب اللي هو مهم، اللي هو الراجل الخائن. بزاف ديال الناس غادي يقولوا لكم بلي الراجل كيبقى راجل وماشي مشكل تكون عنده علاقه بزاف مع العيالات، خصوصا انه غادي يتزوج بك وغادي يرجع لك كل ليله وغيصرف عليك وعلى ولادك. الله يسمح لهم وصافي، صراحه الله يسمح لهم وصافي. الراجل اللي كيخون هو راجل اناني وكيفكر غير في المتعه ديالو الشخصيه صافي. واش كتظني ان الزواج براجل كيسبق الرغبات ديالو قبل من الاحتياجات ديالو واحتياجات ولادك، واش فكره مزيانه؟ تقولوا لي انت يا غزلان ما باغيناش نتزوجوا، اشنو هي هاد العيوب اللي نقدروا نتعايشوا معاها؟ كاين عيوب اللي نقدروا نتعايشوا معاها، بحال الانسان العصبي، انسان متردد، انسان الحساس، انسان اللي كلامه قليل، انسان اللي كيتقلب له مزاج، هادو كلهم ديفويات. وإلا بغيتو نقدر ندير فيديو على كل عيب كيفاش نتعاملوا معاه باش نكونوا مرتاحين في زواجنا. كلشي كيبقى قدر ونصيب، واللي مكتبها لنا الله هي اللي غادي تجينا. وكتعجبني واحد المقوله بزاف كتقول قدرنا حنا اللي كنصنعوه، وكنصنعوه من خلال الاختيارات ديالنا. فعافاكم عافاكم عافاكم، بذلوا مجهودات في الاختيارات ديالكم، حيت الاختيارات هي اللي كتصنع القدر ديالنا. نصيحه مني انا اختكم غزلان، ما ترتبطيش بشخص الا كنتي متقبله كيف ما هو بديك الشيء الزوين ديالو والعيوب ديالو، وما يكونش عندك امل باش تغيري اي صفه عنده. بلاتي بلاتي شاركتوا في القناه ولا مازال؟ الا كنتم مازال ما شاركتوا اشتركوا دابا وفعلوا جرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وما تنساونيش الا عجبكم الفيديو لايك، وتما عجبكمش ديروا ديسلايك نهائيا.